كيفاش نتعرفه وكيفاش نشتريه الخشب الميلامين والامدياف ويكون ما هو مخشوش، ولما نركبه في المطابخ متاعنا وفي الخزانات متاعنا وفي غيره يكون يدوم فترة طويلة مثل الخشب العادي. اخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الكثير من الاخوة تشكوا لي في التعليقات وفي الفيسبوك انه الخشب هذايا الام دي اف والميلامين والمضغوط ركبته ما عنده سنة خرب. ومش نفهمكم كيف بالضبط تتعرفوا على الخشب الميلامين والام دي اف الصحيح والجيد والخشب المغشوش اللي ما بنستعمله في الاثاث حتى لا تقعوا في الغش. الخشب الميلامين مثلا او المضغوط كيف بيصير بيتصنع؟ لازم نفهم هي هذه النجارة، القطعة هذه متاع الخشب يقوموا بتلصيقها في وسط فورمي، يعني في وسط صناديق بواسطة لصق معناتها معين، وفيه براس يضغط عليه وحرارة يعني معينة لحد ما يلصق مع بعض، من بعد يولي ورقة كاملة يطلع بالشكل هذا عريان، يعني نقولوا احنا يطلع هكذا عاري خشب فقط بالشكل هذا، شفتوه؟ من بعد لما يطلع بالشكل هذا يمروه المكنة الثانية هي اللي تلصق عليه باللصق ورقة الميلامين او اللون اللي هما الوان مختلفة. الورقة هذه لما تلصق عليه يصير لونه مثلا ابيض هكذا او يعني هكذا، يعني باي حاجة، فهمتوني؟ باه اللي اكتشفته اخواني هو انه فيه مصانع، وسألت انا سألت وعرفت انه فيه كثير مصانع بتصدر للعالم العربي اخشاب ماء مضغوطة ليست مطابقة للمواصفات. كيفاش تقوموا بالتعرف عليها؟ وهذا مو انه المصانع تغش في العالم العربي، لا، الموردين متاع العالم العربي هما اللي يطلبوا منهم انهم يعملوا لهم المواصفات هذه حتى يكون سعرها ارخص بكثير. شوفوا اخواني الخشب هذا المضغوط مثلا الميلامين فيه اثنين انواع، فيه نوع اسمه الخشب المضغوط هذا سترايت اللي احنا يتسمى عندنا، يعني خشب متاع البناء، وفيه الخشب المضغوط متاع الاثاث، يعني احنا بلغتنا مابلني اي وسترايتلني، سترايتلني للبناء مابلني للاثاث. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو انه الخشب المضغوط متاع البناء هو خشب يستعمل مرة واحدة، وسعره عندنا هنا في اوروبا رخيص جدا 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 بطريقة لا تتصورها، لانه بيصنعوه من الفضلات ومن القشور، يعني القشرة متاع يعني لما بيصنعوا الخشب الميلامين والمضغوط يقطعوا يعني خشب عادي يتقطع في مكنة، تقطعوا تردوا قطع صغار نجارة بعدين تلصق. لكن الشجرة كما تعرفوا فيها من برا القشرة الغلاف متاعها ومن داخل الخشب. الخشب البناء يستعملوا فيه 50% القشرة متاع الشجرة اللي من برا، هذه فهمتوني الناشفة، و 50% من الداخل. هذه أول حاجة. ثاني حاجة كمية الخشب الموجود، هذه النجارة اللي يعملوها في وسط الخشب المضغوط بالنسبة لخشب البناء هي كمية ضئيلة جدا مقارنة بكمية الخشب المستعمل في الخشب المضغوط اللي هو نفسه لكن هو للأثاث. كيف؟ بفسركم بطريقة أسهل، أنا الآن بوريكم على الخشب لكن بفسركم في الأول، بفهمكم بعد بوريكم. يعني مثلا الخشب المضغوط اللي مستعمل للأثاث مثلا في عملية الضغط يستعملوا مثلا على كل متر مربع على سبيل المثال 10 كيلوغرامات من هذا الخشب المنجر النجارة اللي مش تتلصق. الخشب البناء بيستعملوا فيه فقط 3 4 ماكسيموم 5 كيلوغرامات، يعني يكون ما هو مضغوط بشكل قوي خشب مع بعض، يكون سايب وفيه مسامات وفراغات من الداخل، فهمتوني؟ الآن بوريه لكم. قبل ما يلصق الميلامين هذا هو الخشب المستعمل، هذا هو الخشب المستعمل للبناء، شفتوه؟ ثبتوا فيه اخواني كيف شكله، والحافة متاعه الحواف متاعه هذه هي ثبتوا فيها اخواني، شفتوه فيه فراغات، يعني شوفوا معايا منيح الحواف متاعه فيها فراغات لانه من الداخل ليس مضغوط مثل ما يجب ان يكون، شفتوها الفراغات على كامل الخشبة، والشكل متاعه هكذا، شفتوه قطع كبيرة ومتاع هذه لانها كبيرة لانها من القشرة متاع الشجرة الداخلية متاع الخشب، مفهوم؟
الخشب الميلامين، الخشب الميلامين اللي كذلك لسه ما لصقوا عليه ورقة الميلامين، لكنهم جهزوه للأثاث يكون شكله هكذا. هذا هو الشكل متاعه، ثبتوا فيه منيح. القطع صغيرة جدا ومضغوطة بكيفية جيدة جدا، مفهوم؟ مفهوم. وتوا نحطهم لكم جنب بعض حتى لين تتأكدوا وتشوفوا الفرق، حتى ما تغلطوا وتقعوا في الغش. شفتوا اخواني الفرق؟ هذا خشب مضغوط متاع اثاث، هذا خشب مضغوط متاع بناء. احنا الخشب هذا ما بيلصقوا عليه ورق ميلامين، الخشب هذا بيمر طوالي هيك وبيتباع للاماكن متاع البناء والشانطيات وكذا. حتى نستعملوه، فاش نستعملوه؟ نصنعوا به كما نقولوا احنا في تونس الكفراج، يعني الهيكل اللي مش نصبوا فيه الاسمنت المصلح لحد ما ينشف حتى يكون مستقيم. احنا في تونس نسميه الكفراج. في تونس انا نعرف يستعملوا خشب عادي بيدقوا وكذا، خشبة جنب خشبة، لكن يكون شكلها لما تشيلها ما هي مستقيمة. هنا بنستعمل الخشب هذايا، نركب عليه يعني بلاستيك هنا بواسطة المسمار هذا اللي بيدبس هذايا حتى ما يدخل المية فيه نتاع الاسمنت، ونعملوا به الصندوق ونصبوا الاسمنت. لما بنشيلوه لما بينشف الاسمنت يكون شكل العمود الاسمنت او غيره والحيط او غيره المسلح هذايا كله مستوي، فهمتوني؟ وجميل، ما بيستحق تعب كثير لما نقوم بعملية الياسة متاعو. هذا للبناء. الخشب الثاني اللي هو هكذا شكله، هذا يقوم طوالي بتلصيق ورق الميلامين عليه ويمر للأثاث للميلامين. لما بيلصقوا عليه ورق الميلامين يكون شكله هكذا، يلصق عليه الميلامين مثلا على الأبيض هكذا، ولما تقوم بعملية التثبت من الحواف متاعه بتلاقيه بالشكل هذايا، ما فيه فراغات من الداخل، فهمتوني إخواني؟ باه. لكن أنا رحت للمصنع نلقى الخشب متاع البناء عاملين ناحية ثانية في المصنع تلصق عليه في ورق الميلامين. سألت البنت هناك بعرفها يعني مانجر نقوله احنا، قالت لي هذا بيروح عندك يعني عندكم للوطن العربي للعالم العربي يشتروا فيه. وين بيروح؟ قالت لي بيروح كردستان وبيروح للإيران وبيروح لتركيا وبيروح، قالت لي للجزائر. به المشكلة شنية يا أخوان؟ كيف تتعرفوا على الخشب هذا؟ انتم لما بيجيكم بيكون ما هو بالشكل هذايا، بيجيكم في المحلات عندكم او في الاثاث اللي بتشتروه خلاص ملصق، ما بيظهر لكم شنو فيه من الداخل. لكن لما بتجيك البضاعة هذه احسن حاجة تتأكد بها انه هو الخشب هذايا جيد وما هو خشب متاع بناء، لانه خشب البناء ما بنستعمله في الاثاث اخواني، لانه الغير صالح للاستعمال في الاثاث. هذا دائما تيجي مثلا لو مطبخ من ناحية اللي من ورا وين بيركبوا الظهر هذا من ال HDF دائما تلقاه ما هو ملصق، فهمتوني؟ او من تحت تمر وتشوف اذا كان تلقاه من ناحية هذه في المسامات وهذه الحفر اللي فهمتها لك، اللي انت كما انا وريتها لكم لهنا على الخشبة هذه يعني بهذه الطريقة هكذا، هذا طوالي ما تشتريه لانه خشب مخشوش متاع بناء، فقط لصقولكم عليه ورقة ميلامين ويحبوا يغشوكم به. سعره في 10 مرات ارخص من الخشب المستعمل الميلامين المستعمل للاثاث الجيد، لكن بيبيعوه لكم بنفس السعر وبيغشوكم فيه. والان اخواني مش نقوموا باجراء تجربة، التجربة هذه مش تكون معناتها تتصور بعدسة الكاميرا قدام اعين الجميع على خشبة ميلامين متاع أثاث وخشبة ميلامين مخشوشة ليست للأثاث هي متاع بناء بيغشوا بها في إخواننا في العالم العربي، لأنهم هنا في أوروبا ما بيبيعوها في الأثاث لأنها ممنوعة، بيخافوا ما بيستعملوها، بس بيبيعوها للعرب ويغشوا بها الإخوان متاعنا. مش نوريكم تجربة تأكد لكم هذايا. وأنا اليوم مانيش مش نقول أسامي متاع مصانع وكذا اللي تصنع في الأشياء هذه وتغلف فيها بالميلامين، لكن إن شاء الله مش نعمل لكم كذلك حوصلة كاملة حول جميع أسامي هذه المصانع سواء كانت موجودة في العالم العربي أو هنا. إن شاء الله أخواني في القريب العاجل مش تجيني كثير من العينات من هذه الأخشاب قطع صغيرة عن طريق البريد من عدة دول عربية وكلها بأسامي المصانع اللي تصنع فيها، وإن شاء الله مش نقوم بالتجربة هذه كذلك عليها، ومش نولي نعطيكم بالضبط الأسامي متاع المصانع هذه اللي تغش فيكم حتى تعرفوا سواء كانت هنا في أوروبا أو كانت تصدر لكم أو كانت في العالم العربي تصنع وتغش فيكم.
وتوا نبداو التجربة هذه حتى تتأكدوا من كلامي 1000% بالدليل القاطع. تفضلوا اخواني. هذا في الملزمة قمت بتثبيت خشبة من الخشب المضغوط متاع البناء، شفتوها؟ به هذا السكين، نخليه هيك في الخشبة ونقوم بالضرب متاعه من فوق بالمطرقة. تفرجوا تفرجوا اخواني، تفرجوا شفتوا، شوفوا شنو اللي حصل للخشب هذايا. تفرجوا تفرجوا اخواني منيح. توا بالسكين نقدر نكسره كله في اثنين، شوف بسهولة تامة، يعني كالدلاعة نقول احنا في تونس. تفرج تفرجوا اخواني، تفرجوا تفرجوا، مازلنا تفرجوا. شفتوا كيفاش من الداخل؟ تفرجوا اخواني تفرجوا، بايدي مو حتى بالسكين هكذا. شفتوا هذا خشب ما بينفع للاثاث، انتم اخواني قاعدين يبيعوا لكم في كثير منه على اساس انه هو متاع اثاث، لكن هو ما هو متاع اثاث، بياخذوه 10 مرات ارخص بيعوه لكم 200 مره اغلى. هذا لازم كما قلت لكم تتاكدوا بالطريقه اللي قلت لكم عليها، من وراء في المطابخ في الخزانات في غيره، لو تشتروهم جاهزين من وراء الحرف اللي مو ملصق، او حتى تقدر اذا كان كله يلصقوه من وراء بتشيل شويه من هذا الميلامين او غيره اللي على الحواف وتشوف شنو هي الحاله نتاعو. اذا كان لقيتو كله حفر هيك ومسامات اللي وريتهم لك هذوما، هذا ما بينفع تزتهولهم في وجههم. اتفرجوا بايدي مو حتى بالمطرقه، يعني شفتوا. باه تو مش نوريكم الخشب المضغوط اللي هو ما هواش متاع بناء، اللي هو هذا. نفس الشيء المطرقة والسكين. تفرجوا تفرجوا شوفوا السكين كيفاش بعوجوا، تفرجوا شوفوا كيف بعوج السكين، لكنه الخشب ما بيتكسر، شفتوه؟ يعني لكن ما بيتكسر، انا بقدر هيك هيس بخرب سكيني وما بكسره، فهمتوني؟ بالايد مثل ما عملت في الخشب الثاني هكذا، يعني بالايد شوفوا معي بالايد السكين ما بيدخل فيه، السكين ما بيدخل فيه، شوفوا بالايد شفتوا. يعني لو بخلي فيه السكين هكذا في الوسط متاعو وادخل في ايدي، السكين ما بيدخل، فهمتوني؟ هذا الخشب المستعمل للأثاث. مرة ثانية السكين أخليها في الوسط هكذا وأدقها حتى السكين ما بتدخل فيه، شوفوا شفتوها؟
الخشبة ما بتتكسر. هذا الخشب المضغوط لما تركبه في بيتك هذا بيمسك لك مثل خشب 20-30-40 سنة، ما بيخاف. شوفوا السكين لحد امتى؟ خلاص دورتها لكنها ما كسرته، شفتوها؟ شفتوا السكين اخواني؟ النتيجة اخواني، شفتوها النتيجة والفرق؟ هذا هو اخواني اللي حبيت نوريه لكم. انا اليوم قبل القص لازم تعرفوا شو تشتروا، لذلك عملت لكم الفيديو هذا حتى ما تقعوا في الغش، وربي ان شاء الله يحميكم ويبعدكم على الغشاشين هذوما اللي يغشوا فيكم ويبتزوا في اموالكم، وحسبي الله ونعم الوكيل وبارك الله فيكم. بالنسبه للفيديو الجزء الثالث نتاع اللي قلت لكم عليه نتاع صناعه المطابخ اللي فيه طريقه التقطيع، هو مصور جاهز ان شاء الله بكره بنزله لكم. وبارك الله فيكم ودمتم في حفظ الله، والى اللقاء.